أهلا بكم من جديد. الحدث أو الأحداث يمكننا سماع هذه الكلمة أو قراءتها عند متابعتنا لنشرات الأخبار. قد كان للأردن دور فعال في إجراء تعديلات على القوانين التي تحكم الأحداث، إذ صادقت الحكومة الأردنية على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1991، وهذا يعني أنها ملتزمة بموائمة نظام عدالة الأحداث الخاص بها مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. في عام 2018 كشف التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن أن 10% ممن يرتكبون الجرائم هم دون 18 عاماً، أي بمجموع 2464 جريمة. من هو الحدث حسب القانون الأردني طبعاً؟ وما هي العقوبات التي قد تقع عليه؟ وكيف يتعامل القانون في أثناء التحقيق في الموضوع؟ سيكون هذا محور نقاشنا اليوم مع المحامي عبد الله الكيلاني. صباح الخير لك أستاذي. إليك لحضرتك. يعني يمكن موضوع يعني جدي كثيراً بالنسبة للأجواء هلأ الصباحية. لكن بدنا نحاول أن تكون نقطة توعية وفاصلة وتنبيه أيضاً، بما أنه اليوم الجمعة، لكل الناس على أهمية أول شيء التعامل مع الحدث، أو خلينا نحكي دون السن 18، ونلفت لأسباب الجرائم الكبيرة والتي تتفاقم أعدادها كل بهذا السن. فخلينا نأخذ يعني فكرة سريعة، كيف يتعامل القانون الأردني مع الحدث؟ القانون الأردني ابتداء يعني أفرد نص خاص أو قانون خاص للأحداث حتى يميزهم، يعني حتى يحقق لهم الحماية الفضلة عن الجرائم العادية. القانون الأردني عرف الحدث بأنه هو من أتم الثانية عشرة من عمره، تمام، ولم يتم الثامنة عشرة من عمره. حتى هذه الفترة الزمنية اللي هي بين سن 12 سنة وسن 18 سنة، القانون فرق بين حالتين، فرق بين سن الثانية عشرة ولغاية سن 15 وأطلق عليها اسم المراهق أو لفظ المراهق أو مصطلح المرافق، وبين فترة 15 حتى 18 اسم الفتى. هذا طبعا فيما بعد يأتي يعني بيصير في معيار للتفرقة بالعقوبة. الحدث اللي بيرتكب عقوبة عمره بين 12 و15 سنة غير عن الحدث اللي بيرتكب العقوبة بين 15 و18 سنة. طبعا هذا النص بمعنى يعني بما أنه حدد سن الحدث بالثانية عشرة، معنى ذلك أنه أي طفل دون الثانية عشر من العمر لا يلاحق جزائيا. هذا بخلاف القانون السابق. القانون السابق زي ما تفضلت حضرتك قبل شوي، تمام، أنه صار في اتفاقيات الأردن مصادقة لها. القانون الأردن السابق كان بخلي سن يعني المساءلة الجزائية للحدث حتى سن السابعة. هلأ بالتعديلات الجديدة قانون الأحداث ساري المفعول، سن الملاحقة الجزائية للحدث 12 عاما. أحيانا قد تعرض على المحاكم حالات، يعني لأنه المعيار بدنا نعرف السن قيود الأحوال المدنية، ممكن مع حركة النزوح واللاجئين أنه تعرض قضية على المحاكم ما في لقيد، يعني المحكمة يصعب عليها تحديد عمره لغايات تحديد العقوبة. في مثل هذه الحالة القاضي بنتخب خبراء حسب نظام اللجان الطبية المعمول في وزارة الصحة لتقدير عمر افتراضي لهذا الفتى، تمام، لغايات تحديد العقوبة فيما بعد. هذا لجهة تعريف الحدث. هناك الكثير من التفاصيل فيما يخص التعامل مع الفئة العمرية في حال يعني ثبوت التهمة، في حال عدم الثبوت، في حال التحقيق. هناك حقوق كثيرة، مثلا عدم ذكر الاسم، كيف يؤثر هذا على مستقبل الطفل؟ يعني في تفاصيل كثيرة فيما يخص هذا الموضوع. لنبدأ بموضوع يعني من ناحية المبدأ، إذا كان هناك تهمة على حدث ما بين سن الثانية عشرة خلينا نحكي إلى الخامسة عشرة، وما هي الفروق بين الخامسة عشرة والثمانية عشرة، خاصة إذا كان هناك أسبقيات؟ لأنه في كثير من الجرائم التي انتشرت في المجتمع وكان هناك أسبقيات، أو كانوا يعني هؤلاء الأطفال أو الأحداث بمركز إصلاح وتأهيل وتكررت الجريمة. كيف يتعامل القانون مع هاي الأحداث؟ شوفي ستي، قانون الأحداث يعني هو هاي الفئة العمرية تحديدا أفرد إلها قانون خاص من منطلق مبدأ قانوني الحماية الفضلة لتلك الفئة. منح لهم حقوق زي ما تفضلتي، منح لهم حقوق حتى أثناء المحاكمة. من حيث على سبيل المثال يعني أثناء المحاكمات للأحداث يجب حضور مراقب سلوك من وزارة التنمية الاجتماعية مع الحدث. الأمر الآخر يعني هاي من المبادئ اللي حققتها القانون كحماية للحدث أثناء المحاكمة، تمام، اعتراف الحدث أمام المحكمة غير كافي ما لم تقتنع من المحكمة. يعني بالوضع الطبيعي للأمور الاعتراف سيد الأدلة.
بمحاكمة الأحداث الاعتراف إذا المحكمة كان عندها يعني شك أو قناعة أنه هذا الحدث صح اعترف بالجريمة بس لم يرتكبه ما بتحقق فيه. الأمر الآخر هو سرية محاكمة الأحداث من باب يعني ما يتم زراعة نوع من الرهبة أو في نفس الحدث، حتى هاي عليها نص بقانون الأحداث تحت طائلة البطلان. كيف يعني تحت طائلة البطلان؟ يعني محكمة الأحداث إذا فتحت المجال لعلنية المحاكمة لأي شخص حضر هذه المحاكمة يكون محاكمة الحدث في تلك الواقعة باطل، يعني ورد النص عليها وجوبا. الآن لجهة العقوبات، لجهة الفئة العمرية، خلنا نحكي بين سن 12 ل 15 سنة، حكينا هاي القانون أطلق عليه اسم المراهق، وبين سن ال 15 حتى سن ال 18 أطلق عليه اسم الفتى. تفرق بالعقوبة من حيث كيف؟ إذا كان الجناية المرتكبة على سبيل المثال تستوجب عقوبة الإعدام، كيف يعني؟ يعني عندي حدث ارتكب جريمة قتل، صحيح، إذا كان عمره بين ال 15 وال 18 سنة، طبعاً كأحداث بشكل عام سواء للمراهق أو للفتى ما في عقوبة إعدام ابدا، ما في حتى لو ارتكب جريمه. يعني حتى لاحظت بالقانون انه اكبر مده هي 10 سنوات 12 سنه. يعني اذا كانت الجريمه المرتكبه تستوجب عقوبه الاعدام بالمنطقه، اذا اشغال شاقه مثلا بالضبط وضع الطبيعي، بكون الحد الادنى للعقوبه 8 سنوات، والحد الاعلى 12 سنه. هذا اذا كان مرتكب الفعل ايش ماله بنسميه الفتى، يعني بين سن ال 15 والسن ال 18. يعني ممكن لو قبل ال 18 بايام، صح؟ لا، هو أتم 18 من عمره، يعني دخل 18 سنة. تمام. يعني هو القانون حدد الحدث من أتم 12 من عمره ولم يتم 18 من عمره، بالتالي هو دخل بال 18 سنة مش بداية 18 سنة. تمام. بس على سبيل المثال لما بيرتكب جريمة الجناية هاي اللي تستوجب الإعدام، المراهق اللي هو بين سن 12 وسن 15 سنة بتكون عقوبته من 6 إلى 10 سنوات. يعني الفئة العمرية هاي التفرقة بين 12 سنة وال 15 سنة، القانون ميز بين فوق ال 15 تحت ال 15. في عندنا من شيء بنسميه الجنح، الجنح يعني العقوبة اللي تستوجب الحبس من أسبوع لثلاث سنوات. تمام. إذا كان المرتكب الجريمة الفتى بين سن 15 وسن 18 بتكون عقوبته من سن 3 سنوات. تمام. يحكم بثلث العقوبة من سن 3 سنوات بحد الأعلى، يحكم بثلث. إذا كان المرتكب هذه الجريمة المراهق بتكون عقوبته يعني بيوجهوا له اللوم او بيجيبوا له زي هيك تأنيب، يعني تأنيب اللوم بطريقه معينه بقدر ما يحط من كرامته طبعا. نعم. عندما نتحدث عن مراكز الاصلاح والتأهيل، متى يكون هذه العقوبه هي في سجن او تكون بمركز الاصلاح والتأهيل؟ يعني خاصه حسب الفئه العمريه اللي بنتحدث عنها. تمام. شوفي ستي، هو قانون الاحداث ما في شيء اسمه سجن، هي دار تربية الأحداث، إصلاحهم وتأهيلهم. يعني بكل الفئات. بكل الفئات العمرية. حتى في نص بقانون الأحداث أحيانا يعني ممكن تمر عندنا حالة أنه أثناء قضاء الفتى أو الحدث فترة محكوميته بلغ السن القانوني. تمام؟ في هاي الحالة هو الآن بطل حدث. بتم نقله لمراكز الإصلاح لإتمام سنة محكوميته. بس القانون أعطى الصلاحية لمدير مديرية تربية الأحداث اللي بتكون تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية اللي بيكون موقوفين أو محكومين فيها الأحداث. تمام. أنه يطلب من القاضي، يعني افترض أنه هذا الفتى يكون على مقاعد الدراسة أو في دورة تدريبية، تمام، يطلب من القاضي استمرار هذا الحدث داخل تربية الحد الأحداث لحتى سن الـ20. يعني هو كأصل يعني حتى لو أتم حتى لو أتم 18 معه لفترة سنتين، بس بدها تنسيب من مدير دائرة تربية الأحداث وموافقة قاضي في، يعني حتى القانون أعطى حق للأحداث اسمه قاضي تنفيذ العقوبة. يعني غير القاضي اللي بحكم، في قاضي التنفيذ، هذا قاضي بيراقب سلوك أداء ويشرف وأي شيء بده يكون باستئذان. يعني هل بيكون في متابعة خلال فترة طبعاً وجوده في طبعاً الإصلاح؟ يعني حتى الدليل على أنه المتابعة إذا ارتكبت أي جريمة من اللي حكينا فيهم قبل شوي، وصار إذا هذا الحدث يعني ممكن قاضي تنفيذ العقوبة اللي هو قاضي يشرف على هذا الحدث، تمام، إذا اقتنع قضى يعني أقضى الحدث فترة محكومية ثلث المحكومية وكان تقرير سلوكه داخل تربية الأحداث أنه سليم، تمام، يمكن يقرر إخراجه، إخلاء سبيله. نعم. طيب، يعني هذا الموضوع فيه تفاصيل وتفاصيل حساسة جدا. نعم. عندما نتحدث عن الأرقام، الأرقام لا تبين مؤشر إيجابي إلى حد ما، إن كان من ناحية ارتكاب الأحداث للجرائم في هذا السن. عندما نتحدث عن أصحاب، هلأ لا يعتبر، يعني زي ما حكينا أنه بالقانون ذكرت على فكرة أنه لا يعتبر من صاحب الأسبقيات إذا كان في واحد من مراكز الإصلاح، لكن من الواضح أن هناك تكرار لبعض الجرائم حتى لو كان في مركز إصلاح من قبل. صح.
زيادة أعداد الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث، وما هي علاقتها بالواقع الذي نعيشه؟ هل هناك مشكلة في عملية الإصلاح التي تحدث بفترة الإصلاح، ولا هل في ثغرات في القانون لم تتعامل بصورة شاملة مثلا مع هذه المواضيع؟ شوفي ستي، يعني يمكن يعني مش احنا بدنا نحكي دور الإصلاح، يعني انا ممكن اعتبرها مسؤولية جماعية صحيح. جميع الأطراف، الأسرة من جانب، التربية المدرسة من جانب، وممكن يكون في دور لدار تربية الأحداث. دار تربية الأحداث هي بس احنا بنحكي عن فترة طويلة، يعني في منهم عم بيقضوا من 12 سنة إلى 18 سنة. تمام، يعني هي نقلة نوعية في حياة الحدث. تمام، يعني أخذنا شيء بعلم الإجرام والعقاب، في شيء اسمه المجرم بالميلاد، يعني في أشخاص بس هذول العلماء بطلوا ياخذوا هاي النظرية عشان نكون صريحين، بالذات موضوع الجينية أو الوراثة. بالضبط بالضبط، يعني دار تربية الأحداث هي دار لإعادة تأهيل الحدث ليصبح صالحا للمجتمع. تمام، اللي بتحكي فيه مسألة تكرار العقوبة، ما هو يعني التشريع يعني ممكن يكون في عندنا في قصور من حيث كيف انه الحدث في حالة تكرار، تمام، لا يعاقب كالشخص العادي. يعني هلا الجريمة بالوضع الطبيعي للأمور اذا شخص ارتكب سرقة وارتكب سرقة بعدها بسنة سنتين بكون في له اجراء اكثر غلظة، خلينا نسميه. بحالة الأحداث يعني ممكن على وجهة نظر حضرتك يعني ممكن نعتبر انه هاي قصور تشريعي، انه ما بيعتبروا حاله التكرار سبب موجب لتغليظ العقوبه على الحدث، ما بيعاملوه كانها جريمه جديده. بس احنا عم نحكي ايضا انه في هذا السن تاثير اي عقاب، احيانا التانيب بالنسبه لحدث ممكن يكون رادع اكثر من انك تحكي مثلا مع زلمه عمره 40 سنه او تانبه. صحيح، تاثير الشيء، لكن برضه فيه هي منظومه الى حد ما. صح. يعني تحتاج إلى الرعاية النفسية، الرعاية مثلا، أكيد هناك أسباب كثيرة أدت بهذا الحدث إلى هذا النوع. صحيح. هل بمركز الإصلاح والتأهيل ناس كفؤين للتعامل نفسيا واجتماعيا وعاطفيا مع هؤلاء الأحداث اللي ارتكبوا جرائم هم لا يعوها بمرحلة معينة؟ شوف ستي، إذا بدنا نحكي من ناحية قانونية بحتة، بموجب القانون هناك مديرية أنشئت بوزارة التنمية التنمية الاجتماعية. تمام، مديرية يعني إعادة تأهيل وتربية الأحداث. هذه المديرية تمام بكون فيها موجودين مراقب سلوك، بكون فيها موجودين مربيين، بكون موجودين فيها مرشدين نفسيين. كل هذا الطاقم اللي بيعمل بالمديرية هاي ما بكون حتى خاضع لوزارة التنمية الاجتماعية، مش بالناحية الإدارية أنا بقصد، لياحد توجيههم بكون مسؤول عنهم قاضي تنفيذ الأحداث. وقاضي تنفيذ الأحداث ملزم كل 3 أشهر يعمل يعني جولة تفقدية لهالمراكز هاي، يتيقن من أنه هاي المراكز كل شخص كل موظف فيها بيقوم بدوره. بالإضافة لذلك مدير تلك الدار ملزم بعمل كشف دوري بسلوك كل حدث، التغييرات اللي بتحدث عليه، ويرفعها لقاضي تنفيذ الأحداث. تمام، إذا كان هذا الشخص بده رعاية أو لا بده ينقل، لأنه أحيانا يعني ممكن مركز الرعاية الموجود بالعاصمة عمان ما عنده المواصفات الموجود مركز تربية الأحداث. نعم. الموجود بمحافظة أخرى، بالتالي ممكن يحتاج لنقله آخر ليأخذ عناية أكثر. وكما تحدث يعني يحتاج الموضوع إلى منظومة مجتمعية للتعامل مع هذا الموضوع. بالنتيجة. شكرا لك ولوجودك معنا المحامي عبد الله الكيلاني، نورتنا. صباح الخير. صباح النور لك. هل واجهت صعوبة في اختيار الأرضيات المناسبة؟ فمثلاً ما هي الأرضيات المناسبة لغرف النوم أو حتى في المحلات المطاعم؟ وما الفرق بين السيراميك أرخام مثلاً؟ في هذا التقرير سنتعرف على هذه الفروقات معاً. عبد الرحمن جاموس، مدير المبيعات في معرض بورسلان وسيراميك. أنواع الأرضيات: البورسلان، الخشب، السوليد وود، اللامينيت، الصبة اللي هي كونكريت لوك، والرخام طبعاً. الخشب السوليد وود من إيجابياته اللوك، ومن سلبياته التخدش والامتصاص، إذا انكب عليه إشي قهوة بيبسي إلا يطبع شوية. الباركي بحطوه بغرف النوم لأنه كتير بتحسي في الدفى فيه، وحتى لما تدعس عليه حافية بيضلوا دافي.
وحتى لأنه منطقة ما فيها مية كتير ما فيها إشي كتير فالناس ما بتخاف منها. السيراميك هلأ المواد المصنعة فيه فيك تصنعيه بأشكال 3D وبسهولة تعمل فيه الأشكال الديكورية، لكن هو بضله ضعيف ما بنحط على الأرضيات، بنحط فقط للجدران. هلأ أكتر إشي بيستخدموه للحمامات لأنه بنحط على الجدران، وبشكل عام هو بضله أرخص شوية. الرخام من إيجابياته إنه ما بتشوفي حلول فيه نهائياً، بنحط الستوك وبنجلة بتبين كأنها قطعة واحدة، وهذا الأكتر إشي بخلي الناس تروح على الرخام. ومن سلبياته إنه كل فترة بده جلي، لأنه إذا بينكب على إشي بده يطبع بده يمتصه، اللمعة تبعه بدها تروح، فدائماً كل فترة برجع بده صيانة. الصالون بدك تحطي يا رخام طبيعي يا بورسلان لوك الرخام. البورسلان اللي هلأ كل الناس عم بتروح عليه لأنه قوة كسره عالية، بنحط على الأرضيات طبعاً وبنحط على الجدران، بيعطيك اللوك اللي بدك إياه، أن كان اللوك تبع الرخام، اللوك تبع الباركي، اللوك تبع الحجر، وفيك تحطيه وما تخافي لا من امتصاص لا من كسر لا من لمعة تروح، بتحطيه بتنسي العمر كله. المطبخ، نيجي للمطبخ، أرضيات المطبخ دائماً أنا بحب أبعد عن الرخام، بحب أبعد عن الباركي، بحب أبعد عن اللبنيت، وإذا بدي أحط البورسلان بحطه مطمع، بحطه لميع، لأنه اللميع ممكن يزحلق شوية. هلأ أي إنسان بده يشتري بلاط بده يتأكد من ثلاث شغلات مهمين: قوة الكسر اللي هي عالمياً مسموح فيه 1300 نيوتن، نسبة الامتصاص اللي هي مسموح فيه عالمياً 0.5، ونسبة السليبري هاي الزبون بيختارها حسب المكان اللي بده يحطها فيه، كل ما كانت خشنة أكثر بتكون نسبة الانزلاق أقل. يمكن بعض الأشخاص يقولوا خلاص اللي صار صار، لكن كيف ممكن أن نتجنب المزيد من زيادة الوزن بعد هذا الفاصل؟